قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه جرى التوصل إلى اتفاق أمني جزئي مع أفغانستان، لكن مسألة الحصانة القانونية للقوات الأمريكية والتي يمكن أن تفشل الاتفاق ظلت معلقة. وأضاف كيري أنه في حال لم يتم تسوية تلك المسألة فإنه لا يحدث اتفاق يسمح ببقاء قوات أمريكية في البلاد بعد انتهاء المهمة العسكرية في العام المقبل.